ايه قصة المقدمة النارية او التصريحات النارية؟ هل دي ابراهيم فايق هو اللي مظبطها ولا دي مع تيم السوشيال ميديا ولا ايه بالظبط؟ والله بص يا حامد، اقول لك على حاجة. وموضوع المقدمات النارية دي، انا واحد من الناس فكرة المقدمات النارية، يفتح النار، يسلط النار، يولع في اللي مش عارف ايه. انا بيني وبينك الكلاشيهات دي انا ما بحبهاش، عشان يعني ما اكذبش عليك، بس هي لزقت يعني، فاهم؟ فبقت كل شويه المقدمه الناريه. بس هي الفكره باختصار انه الناس في وقت من الاوقات الناس بتبقى عايزه تسمع رايك، عايزه تسمع توضيحك. احيانا بيكون انت عارف كويس انه انا بخرج بنفس الحده اللي انا بكون بتكلم فيها بطبيعه الحال مع فريق الاعداد بتاعي. لما بكون متضايق من موقف معين او شايف ان الموقف ده تحديدا، لو احنا بنتكلم عن قضيه تخص مثلا منتخب مصر او تخص اتحاد الكوره او قضيه من القضايا العامه المهمه، انا ببقى داخل بنفس النبره بتاعتي، بنفس الحده بتاعتي، بنفس احساسي وشعوري كمواطن مصري. وبالتالي بتيجي من هنا فكره ان انا بقول بحاجات بانطباع الناس، فمشيت الفكره بالشكل بتاع المقدمات الناريه. يعني الناس الاول بس كانت يعني طول الوقت، انا مؤمن تماما انه الناس بتحب تسمع اراء، بس طبعا مش طول الوقت انت بتقول مقدمات. لما يكون هناك ما يستدعي ان انت تتكلم في قضيه بمقدمه يعني تكون في مكانها، بنعمل ده. لكنه اوقات كتير جدا جدا انا ببتدي البرنامج من غير نخش في الموضوع على طول، غير حاجه يعني. تمام. ايه الوقت اللي ممكن تقاطع في الضيف؟ بس ده تكنيك، فخليني اقول لك التكنيك يعني عموما، مش مشكله، مش هبخل عليكم يعني. تمام. الضيف اللي بيعيد الجمله بالنسبه لي مرتين هو لازم يتقطع عليه. الضيف اللي بيعيد الجمله مرتين، يعني بس تسالته في موضوع فخلص الموضوع مرتين، بدا يدور تاني، عامل زي كانه بالظبط شريط، وبدا يعيد الشريط تاني. اول لما يعيد الشريط تاني لازم تقطعه خلاص. هو كده هو عنده حاله من حالات الاسترسال، او ان هو ضيف مش عارف يحط نقطه فيختم الكلام، فانت هنا خلاص الكلام هيبقى مكرر، لازم يتقطع. او ده احنا بنتكلم على تكنيك له علاقه بامتى تقاطع، او ابجديات او ادبيات المقاطعه. انما في حاجات تانية مثلا لو ضيف مثلا هيخرج على النص، يعني هنسيبه ولا مش هنسيبه؟ اكيد يعني هنقاطع، بس دي الحاله العامه يعني. لكن بتسالني انا في التكنيك اللي انا بستخدمه في شغلي لما يبتدي يكرر جمل. تمام. ازاي تقدر تنتقد لاعب او مدرب عموما غلط، بس في نفس الوقت العلاقة اللي بينك وبينه ما تتأثرش؟ حلو السؤال ده. وخليني أقول لك أنه بص، هي العلاقة دايما ما بين الإعلامي وما بين أي حد في المنظومة بتاعت الكورة، لازم الناس تبقى فاهمة كويس قوي الطرفين، يعني الإعلامي لو أنت بتتكلم عليا، والطرف التاني اللي هو بيمثل لاعب، بيمثل مدرب، بيمثل أي مصدر. لازم فاهم كويس أنه العلاقة ديت ما فيهاش فكرة أنا هطلع على الهواء هحبيلك في حاجة أنت عملتها غلط. هي فيها أنت ماشي صح فهتاخد حقك، أنت ماشي غلط فهتنتقد. يعني اللي بيفهم أن ده شغلي وبيفهم أنه وأنا الحمد لله بفضل الله لما بنتقد حد عمري ما بعيب فيه، عمري ما بسيء إليه، عمري ما بحط من شأنه يعني. دي حقيقة. فهو انتقاد، ودايما أقول انتقادي هو مبني على فعل قاله أو تصريحات قالها. لكن انا ما بختلفش مع شخص، لذلك عمرك ما هتلاقيني لما بتكلم مع حد حتى وان هو يعني كان عنده غلطة كبيرة، اتكلمش عن اي حاجة تانية غير الموضوع ده. وان كان عنده رد فعل، فانا دايما لو رد فعله جوه الموضوع ما عنديش مشكلة ان احنا نتناقش. لما رد فعله بره الموضوع، هنا بنروح في سكه تانية خالص. السكه ديت اذا شعرت ان فيها تجاوز في حقي هاخده بالقانون. انا يمكن عملت ده قبل كده كتير يعني. فاذا الضيف هو فاهم، او اذا الصديق ده او اللاعب او المدرب فاهم ده فبيها ونعمه، مش فاهم خلاص بقى مش حاجه ترجع له يعني. الصداقه ديت عند الاستوديو، اول لما ادخل واقفل باب الاستوديو انا ماليش علاقه بحد. تمام. هل حصل بعد ما عاتبت حد، ضيف مثلا سواء كان مدرب او لاعب او اي مصدر، حصل اللي ما بينكم يعني هو زعل ان انت انتقدته كتير؟ كتير، لدرجه ان انا في حلقات معينه انا بقفل التليفون بعديها، لان ببقى عارف انه يعني ثلاث ارباع الناس هتبقى عندها نوع من انواع العتاب واللوم وحاجات شبه كده. اذا كان العتاب له علاقه بتوضيح وجهه نظر فبها ونعمه. اذا كان العتاب له علاقه بانه طب انت جيت عليا وما كانش ينفع واصل واحنا اللي بينا وبتاع، فبوضح له انه العلاقه ديت حاجه على جنب، والشغل دي حاجه تانية. احنا ناس بيطلع على الشاشه، احنا في الاخر شغالين عند الناس، شغالين خدامين عند الناس. فهنيجي نقف قدام الناس
نقول لهم لا والله واحد فلان الفلاني ده غلطان جدا يعني فاهم غلطان جدا، فنطلع اقول لا والله دافع عنه عشان كذا كذا كذا. ليه؟ هو الراجل اللي قدام الشاشه اللي ورا الناحيه الثانيه ده قاعد بيتفرج عليا مش عارف ان انا كذاب، مش عارف ان انا بقول اي حاجه، مش عارف ان انا راجل اونطجي يعني ما فيهاش يعني. كان الكلام ده ممكن يحصل قبل كده فالناس تقعد تشتكي وبس ما فيش، بس ده جه وقت التغيير اللي هو يعني مش هينفع يعني نبقى صادقين بجد ونستحق المكان اللي احنا موجودين فيه بما يرضي الله يا اما لا. طيب في الاخر هتختار بين مهنتك وعلاقتك الشخصيه معاها؟ لا لا، مهنتي على طول الوقت، مهنتي وشغلي وده الحاجه اللي انا بحترفها ودي الحاجه اللي انا بعيش عشان خاطرها ودي الحاجه اللي انا بحبها يعني. اللي عايز يتفهم ده مش عايز اتفهمه هو حر، بس امتى لو انا اسأت لحد. انا في ناس كتير خسرتها وانا بحبها، انا خسرت الكابتن شوقي غريب وانا بحبه، لانه اول لما عرفت انه تم تعيينه مدير فني طلعت على الهوا وقلت انه انا ضد الموضوع ده، مدير فني تاني المنتخب قلت ضد الموضوع ده وخسرت الكابتن شوقي، وانا زعلان ان انا خسرت الكابتن شوقي مش حاجه بسطاني، لانه زعل مني جدا جدا، انا بحبه على المستوى الشخصي جدا جدا، شخص طيب ومؤدب وفي كل الصفات اللي انت تحبها، بس شغل يعني كلمه حق لازم تتقال في الوقت ده، ما ينفعش ما تتقالش. وكلامك انت في الوقت ده انت قلته فعلا بعد كده قررت طلع بقوله الكابتن تاني؟ انا قلت ساعتها، انا قلت يا جماعه انا بحب الكابتن شوقي غريب، وانا عارف ان الكلام ده هيزعل الكابتن شوقي غريب، هو مش هيتخيل ان انا اللي هنتقد الموضوع، متخيل ان ممكن اي حد تاني ينتقد. بالمناسبه هو ما زعلش من اي حد من الناس اللي انتقدته، هو جه عندنا تحديدا وزعل، انا شايل ده على دماغي من فوق لان دي معزه ومحبه، بس للاسف في الشغل بيبقى فيه، ومش الكابتن شوقي غريب الحقيقه، بس يعني في ناس كتير انا خسرتها بسبب الشغل، بس ببقى متضايق وزعلان، يمكن الناس ما بتعرفش الحاجات دي وما بتعرفش ان احنا ان انا بدفع الثمن يعني، الناس ما بتعرفش ان انا بدفع الثمن، بس في النهايه المشاهد برضو لازم تقدم له افضل حاجه يعني.